انا مش شايفه المشاهد مش شايفاه وفي حاجه عندك انت انت شايفها ماشي المشكله في ايه ان احنا كنا بنتعامل عادي خلاص احنا قابلنا امتحان ومواقع بنتعامل انت اللي قررت ان الموضوع لازم يتضايق يعني انت اللي عملت معانا المشكله مش شايف المشمش طب قول لي انا جاي في المشمش في المشمش يا سي مشمش هي دي لازمتها ايه؟ دي فراغ من